اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لحضراتكم قبل ما نروح لتقرير ونشوف الفي او اللي معمول بصراحه حاجه مشرفه وتاريخ بيتكلم عن نفسه. قلت لحضراتكم معانا كواليس ومعانا ضيوف النهارده لحضراتكم اول مره هتشوفوها معانا على قناه النادي الاهلي. دايما هم النجوم اللي بيكونوا موجودين ورا الكواليس، هم اللي بيكون عليهم الحمل الاكبر، هم اللي دايما بيطلعوا القناه في احسن شكل ممكن حضراتكم تشوفوه. فمعانا اربع نجوم من نجوم قناه النادي الاهلي، المخرجين العباقره اللي دايما يعني بيتألقوا في البرامج، مش بس النهارده، لا ده بيتألقوا من اول يوم القناه كانت موجوده فيه. الاستاذ احمد برجاوي، اكيد حضراتكم كلكم عارفين الاسم كويس قوي، كابتن محمود بكر الله يرحمه كان على طول في اي مباراه او اي ماتشات دايما كان بيقعد ينكشه يقول له الاسامي يا برجاوي، الاسم اديني اسم غلط اديني اسم صح، الميه الجو حر ما فيش رؤيه كويسه. فكان دايما الكابتن محمود بكر ينكش الاستاذ برجاوي، ودايما الاستاذ برجاوي كان اسمه هو اللي مسمع على قناه النادي الاهلي بسبب الكابتن محمود بكر. اما طبعا النجم الثاني هو الاستاذ محمد شوارب. استاذ محمد شوارب واحد من نجوم الاخراج هنا في القناه، راجل اشتغل في العديد والعديد من البرامج، يعني ابرز البرامج اللي موجوده حاليا هي ملك وكتاب، اما قبل كده كان ملعب الاهلي والمستطيل الاخضر. وهنتكلم معاهم عن الذكريات وهنتكلم معاهم عن امور كثيره جدا اللي الجيل الجديد هتكون اول مره يسمعوها، لكن بالنسبه للمتابعين قناه الاهلي من 2008 اعتقد ان هيكون عندهم درايه بكل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. اما الاستاذ سمير عكاشه نجم الاخراج ايضا ونجم اللي موجود هنا في قناه النادي الاهلي في ملعب الاهلي وقبل كده ايضا في ملعب الاهلي قبل كده، هو يعني مواظب بسم الله ما شاء الله على ملعب الاهلي على طول، وفي القناه من اوائل المخرجين اللي كانوا موجودين، وبسم الله ما شاء الله 11 سنه هو موجود في القناه بيعمل بجد واجتهاد واخلاص. واخيرا يعني معانا بقى يعني مخرج لكنه خلاص بقى خرج من القناه وشاف طريقه دلوقتي وربنا يكرمه ويرفعه يا رب، هو الاستاذ زاني كمال، واحد من اساتذه الفروموهات واللي عمل فروموهات كتيره جدا هنا في القناه، ويعني فروموهات شهيره جدا لبرامج كتيره جدا، لكن دلوقتي هو يعني بسم الله ما شاء الله بقى مؤلف المسلسل العربي الشهير المصري ابو العروسه، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني. هنتكلم معاه عن ذكرياته في قناه النادي الاهلي. بنحاول ان احنا نجيب لحضراتكم اوائل الناس اللي كانت موجوده هنا، حتى اللي خرج منهم حتى اللي موجود منهم بنجمعهم لحضراتكم علشان نتكلم في ذكريات في يوم مهم جدا وهو انطلاق قناه النادي الاهلي. لكن قبل ما نستضيفهم قبل ما نتكلم معاهم تعال نروح لبعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي علشان نعيش مع المخرجين الكبار كواليس وحكايات قناه الاهلي وبدايه التاسيس. اول خبر موجود معانا ان الكابتن محمود الخطيب بيشكر جياني انفانتينو على تهنئته بفوز النادي الاهلي بالدوري. جياني انفانتينو بعت من يومين تهنئه وبرقيه الى النادي الاهلي بيهنيه فيها على فوزه بلقب الدوري العام، الامر اللي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ارسل لجياني انفانتينو خطاب رئيس اتحاد دولي بيرد فيه على التهنئه اللي ارسلها جياني انفانتينو للنادي بعد الفوز ببطوله الدوري للمره الرابعه على التوالي. والنص الخطاب جاء كالتالي، هنقراه لحضراتكم علشان طبعا حاجه مشرفه لما الاتحاد الدولي لكره القدم يبعت للنادي الاهلي برقيه تهنئه وفوز، والنادي الاهلي لازم يرد عليه ورد عليه بالفعل في خطاب محترم جدا. هقرا لحضراتكم الخطاب سريعا: انه لمن دواعي سروري ان ارسل تحياتي الشخصيه وكذا تحيات الساده الزملاء اعضاء مجلس الاداره اليكم شخصيا والى جميع افراد اسره الاتحاد الدولي لكره القدم. نقدر بامتنان خطاب التهنئه لفريقنا الذي حقق اللقب الرابع على التوالي في الدوري لموسم 2018-2019، وهو الخطاب الذي يوضح الاخلاق العاليه الحقيقيه لمجتمع كره القدم، مؤكدين على ثقتنا بان دعم الاتحاد الدولي لجميع وسائل تطوير اللعبه والحفاظ على روح اللعب النظيف والجهود الحثيثة في سبيل تطوير كرة القدم في العالم وتعزيز قيم المحبة والنزاهة والتسامح والروح الرياضية التي تجمع الشعوب وتوحدها، وقد لعبت دورا رئيسيا في تحقيق أهدافنا. نحن على يقين من أن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي سوف يسعيان بكل صدق وحكمة وإرشاد لتحقيق المزيد من الإنجازات، وسيكون نادينا جاهزا دائما للمشاركة في أي خطط تخدم تطوير اللعبة بالتعاون مع مجتمع كرة القدم الدولي. نتمنى لكم شخصيا وجميع موظفي الاتحاد الدولي كل التوفيق دائما، نتطلع رؤيتكم قريبا. ده خطاب محترم جدا ورد يليق بمكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما بيكون مشغول أن يرد على
الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني دايما بيكون مشغولين بالحاجات الكبيرة اللي احنا بنعملها، سواء بنفوز ببطولة في الدوري، بنفوز وبنستعد بصفقات علشان خاطر نحقق لقب افريقيا ونحافظ على لقب الدوري العام للمرة الخامسة على التوالي، ومرة ال 42 ان شاء الله بنستعد لكأس مصر، وبالتالي احنا مش فاضيين نرد على اي حد او نتكلم مع اي حد او نرد على اي حاجة غير ان احنا مركزين مع نادينا. ده اللي احنا اتعلمناه، دايما اللي بيكون حاطط هدف قدامه لازم يركز فيه كويس قوي ولا يلتفت لاي صغائر موجوده حواليه، علشان هو ده حال النادي الاهلي، هو ده قدر النادي الاهلي، لازم يكون في المقدمه، وطالما حضرتك في المقدمه هتلاقي انتقادات كثيره جدا، وانتقادات زي ما حضراتكم شايفين من اي حد، وبالتالي احنا هنا دورنا ان احنا نركز على نادينا ونتكلم على نادينا ونقول على نادينا كلام الذي يليق بيه، وفي نفس الوقت احنا شوفوا يا جماعه رقي في الحوار، رقي من الاتحاد الدولي لكره القدم بيهني فيه النادي الاهلي على فوزه بلقب الدوري، النادي الاهلي يرد ايضا بخطاب محترم للاتحاد الدولي لكره القدم بيشكره فيه على التهنئه وبيتكلم فيه على امور كثيره جدا، وبالتالي هنا من قناه النادي الاهلي دايما هنتكلم على الايجابيات، مش بنتكلم ابدا على السلبيات، ممكن نتكلم على سلبيات فريق كره القدم او اي سلبيه خاصه بنادينا فقط، لكن هنتكلم على اي امور جانبيه انا اعتقد ان الموضوع هيكون واخد اكبر من حجمه. طيب نروح للخبر اللي بعديه، يوم الخميس اخر موعد لتسليم تفويض الصحفيين والمصورين الخاص بمباراه الاهلي واطلع بره فريق الجنوب السوداني. يا جماعه هو اسمه كده عشان بس لو حد اول مره يسمعه ما حدش يعني يقول هو اسمه كده، فهو اسمه كده. طيب احنا زي ما حضراتكم قريتوا الخبر احنا عايزين طيب تعالوا نروح ناخد خبر مهم جدا موجود معانا، لسه طازه جاي لنا دلوقتي على طول، نقراه لحضراتكم ونقوله قبل ما نستقبل مخرجنا العظام. النادي الاهلي تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكره القدم يفيد بتجديد رخصه الانديه المحترفه من جانب الاتحاد الافريقي كاف لموسم 2019-2020 ليصبح النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصه بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الانديه المحترفه عام 2012. يعني النادي الاهلي اول نادي في مصر عنده رخصه احترافيه من الانديه المحترفين في افريقيا وفي مصر بشكل خاص. طبعا يعني جاء تجديد رخصه الاحتراف للاهلي بعد ان قام النادي بتطبيق كافه المعايير الخاصه بالاتحاد الدولي فيفا دون ورود اي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي، وبعد توافر كافه الاشتراطات والمعايير الفنيه والاداريه والقانونيه والماليه وعدم وجود مديونيات لاي اطراف. كان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي قد شهد إشرافا كاملا من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط والتطوير التي تضم الدكتور طه إسماعيل والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو والأستاذة حنان الزيني مديرة اللوائح والتراخيص. ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020. زي ما حضراتكم سمعتوا من الأهلي أول نادي في مصر يعمل على نظام رخصة الأندية المحترفة من موسم 2012 ولسه مستمر وقائم على تجديدها علشان يكون زي ما هو أول نادي في مصر في التأسيس في كل حاجة، ظل النادي الأهلي هو رائد الرياضة المصرية ورائد الرياضة يعني الأفريقية في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. نرجع لحضراتكم تاني علشان نقول للسادة الإخوة الصحفيين اللي بيتفرجوا علينا إن يوم الخميس آخر موعد لتسليم تفويض الصحفيين والمصورين الخاص بمباراة الأهلي المصري ويطلع بره الجنوب السوداني. نجد إدارة الإعلام بالنادي الأهلي الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين من قبل مؤسستهم بتغطية مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان التوجه لتسليم التفويض الصادر رسميا من مؤسستهم في موعد أقصى 12 ظهرا بعد غد الخميس كحد أقصى، وده عبر الايميل التالي، وحضراتكم طبعا الايميل ahli@egyptmedia.gmail.com. ده بالنسبه لبطوله افريقيا والصحفيين. تصريح من الاستاذ محمد الجارحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، نستعد بقوه لاصعب مواسم لكره السله. او ده مودي الجارحي مش الاستاذ محمد الجارحي، مودي الجارحي لاعب النادي الاهلي. بيقول كابتن الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي قال ان الفريق يستعد بقوه لخوض تحديات عديده خلال الموسم الجديد الذي يعتبر واحد من اصعب المواسم في تاريخ بطولات السله بالنسبه لكافه الانديه. واوضح مودي الجرحي ان الموسم المقبل سيشهد منافسات قويه خاصه بعد قيام اكثر من فريق بتغيير الجهاز الفني فضلا عن قيام معظم الانديه بالتعاقد مع
محترفين على أفضل ما يكون، وهو ما يؤكد أن الموسم سيكون صعبا وقويا على الجميع. نروح للخبر التالي. فريق رجال السلة تدرب على فترتين. قرر الكابتن أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة الرجال بالنادي الأهلي استمرار تدريبات الفريق على فترتين يوم الثلاثاء في إطار خطة الإعداد للموسم الجديد، وبيدرب الفريق في الجيم قبل أن يؤدي اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الأخبار اللي موجودة معنا. نروح بقى لفاصل وبعديها نرجع نستقبل ضيوفنا الأعزاء ومخرجينا اللي دايما بيكونوا موجودين وراء الكواليس، لكن النهاردة في احتفال قناة النادي الأهلي بعيد ميلادها رقم 11 لازم النجوم تكون موجود معنا علشان كل جمهور الأهلاوي وكل السادة المشاهدين يعرفوا المخرجين وكل القائمين على العمل مين هم، وحضراتكم تعرفوهم يتكلموا معاكم في كواليس. اعتقد لاول مره هتكون موجوده معانا في قناه النادي الاهلي، فخليكم معانا. نروح لفاصل ونرجع نستقبلهم على طول.